ركزنا في حوار مثلا نجوى، هي بتعاتب الاب ان هو خد الولد معاه وهو عارف ان الجو مش صحي ان ياخد الولد. ففي هنتات، في حوارات، بس الاساس في الفيلم ان احنا فعلا بنتكلم على الانسانيات، لكن كل واحد من حقه يتفرج على الفيلم ويكون وجهة نظره، يعني هو شايفها ازاي. محدش هتجبريه على وجهة نظر بتاعتك انت، والجمهور من حقه ان هو يحكم زي ما هو عايز، بس يا ريت توصل وجهة نظرنا ان احنا فعلا كنا بنعمل فيلم فني، فيلم عميق، وفيلم يستاهل المشاهدة. مي، احنا عملنا فيلم مهم جدا، وانا بالنسبه لي لسه كنت بقول للاستاذ دياب جوه ان احنا دخلنا التاريخ. انا بالنسبه لي كده ومقتنعه بكده 100%، علشان كام فيلم في السينما المصرية اتعملوا بالمنظر ده؟ كام فيلم اتعمل كله في عربية ترحيلات؟ ما اعتقدش ان في، لو انا يعني غلط في الحتة دي، يعني يا ريت حد يصححني، بس ما اعتقدش ان في فيلم اتعمل كده. فاحنا عملنا حاجة ما اتعملتش قبل كده. الفيلم كل اداء الممثلين بلا استثناء، الناس تعبت جدا عشان تعمل الكاركترز اللي عملتها ويطلعوا النتيجة اللي طلعت دي. استاذ دياب تعب جدا معانا وطلع صوره وطلع فيلم اكثر من عظيمه، وانا فخوره ان انا كنت جزء من الفيلم ده، وانا متاكده ان الناس اللي بتقدر الفن واللي بتقدر صناعه السينما وهيدخلوا الفيلم ويتفرجوا عليه هيعرفوا قد ايه ده فيلم مهم ويستحق المشاهده. سارة، انا شايفه ان الفيلم ده ناس، يعني كل حد اشترك في الفيلم ده في الانتاج خاطر عشان يعمل الفيلم ده، ولولا ان هم يعني ما كانوش واثقين وعندهم اعتقاد ان الفيلم، يعني ان الفيلم يمثل حاجه هم يعني واثقين فيها، ما كانوش عملوا كده. وطبعا احنا كلنا كعمل فني، يعني احنا تقريبا 100 واحد او اكتر، ممكن كمان بالناس الاكسترز الاف، يعني مش معقول كلنا بنمثل نفس الراي. احنا كلنا يعني انتوا كان عندكم وجهات نظر مختلفه وانتوا بتنفذوا الفيلم طبعًا. كلنا طبعًا. حتى الممثلين، حتى كله بس كل اللي مشروع موجود في الفيلم لما يقرا السكريبت، في ناس ما وافقتش على فكره، عارف تبقى في السكريبت انسانه الاخر. النهارده ما قلت لك مش كل الناس متقبله، يعني في ممثلين رفضوا ان هم يعني بطريقه. اولا انا كنت طبعا بنقي الناس اللي شايفه ان ارائها، على فكره مش معاها ارائها زي تقبل الاخر، او ان انت مش تقبل الاخر انسانه الاخر دي عندك تقبل ليها ولا لا الفكره. فكل اللي قرا السكريبت، احنا ما كناش بنفتح اي نقاشات سياسيه، لان انت عارفه في مصر كلها اي نقاش سياسي دلوقتي بينتهي، ما بيتقفلش وبيقلب بخناقات. بس كل اللي اقوله لك ان كل اللي دخل في الفيلم ده يعني فعلا اضعف الايمان، اختلفت معاهم ما اختلفتش معاهم، لازم تبقى عارف ان هم ناس ضحت وخطرت مخاطره كبيره. انا مثلا انا هتكلم عشان نفسي، قعدت سنتين ما بتكلمش في السياسه مخصوص عشان الموضوع ده. محمد حفظي ده خاطر بفلوسه، يعني شبه حطت فلوسه كل، ما فيش منتج تاني في مصر ما عدا هو وكان معز، هم اللي وافقوا يخشوا في الفيلم. يعني فعلا رحت لكل الناس. انت جيت لي اخر واحد؟ لا 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 بعدك، انت فاكر احنا كنا عايزين بقيت فلوس يا حاج؟ احنا الفيلم اتعطل بالظبط كده على الاجر. على فكره انا ومحمد يعني احنا حتى ما بيننا في اختلافات سياسيه كتيره، بس سينمائيا مختلفين على فكره كلنا على بعض. يعني يكون انا مختلفه مع حفظي، مع خالد، مع محمد، يعني بس لا محدش فينا طرح اصلا راي سياسي لحد دلوقتي. لا بس ما اتكلمناش في السياسه، لكن لو هنتكلم في السياسه هنختلف. ممكن طبعا تلاقيها بقت مظاهره قلبت اشتباك بجد. ممكن تلاقيها قلبت اشتباك بجد. بس عايزه بس ازود نقطه يمكن الناس مش عارفينها، ان السنه دي 1900 فيلم قدم في مهرجان كان، اختاروا يجي كام فيلم؟ اختاروا 41 جوه المسابقات، 21 في المسابقه الكبيره و18 في المسابقه بتاعتنا، يعني 39 فيلم، ده غير 5 6 افلام خارج المسابقه او 8 افلام خارج المسابقه. الاوسكار بيقدم فيه عدد دول العالم، فبيبقى مثلا 170 فيلم. فده الفرق. فتخيلي 1900 فيلم قدم، واحنا واحد من حاجه و40 فيلم اختاروه، يعني دي حاجه المفروض كل مصري يبقى فخور بيها. خلينا نفتكر انه عدد محدود جدا من الافلام المصريه شارك في المسابقه الرسميه في مهرجان كان. نفتكر كمان انه عدد قليل شارك في الفعاليات الرسميه في المهرجان. في افلام كتيره جدا صناعها راحوا مهرجان كان بس عشان يتصوروا على السجاده الحمراء، لا كانوا مشاركين ولا كانت افلامهم منتقاه ولا مختاره، انما كفاهم سعاده وفخر ان هم يقفوا على السجاده ويتصوروا والناس تشوفهم في مهرجان كان. فيلم اشتباك تم اختياره لبرنامج نظره ما
وتم الاحتفاء به في ذلك المهرجان. دي حاجة لازم نفتكرها وبعد كده اختلف مع الفيلم كما شئت.